السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معكم أخوكم نواف السويد، وبهالفيديو الفيديو راح نشوف مجموعة من الأكسسوري والكفرات والحركات الحلوة كذي كيابل حق الجهاز الآيفون. طبعا في عندنا من كذا ماركة. بداية راح نشوف أول كفر أو أول كيس موجود عندنا من شركة 1521. هذا الكيس أنا صراحة وايد حابه، مصنوع من الفلين، فلين المقوى مع تدويره، وايد ضعيف وخفيف. خلونا نركبه. طريقة تركيبه راح تكون بهالشكل، وايد حلوة وايد سهلة. ما يعطي وزن للجهاز، مخارج والفتحات وايد حلوة. ما حبيت فكرة انه يكون مفتوح من فوق هني ومن تحت. شغلة ثانية ان الكيس على حدود الشاشة، فما راح يعطيها حماية كبيرة، فاذا حطيتها على الوي ما راح يكون في حماية كبيرة حق الشاشة. وهو الكيس يعني تقريبا يعطي جمالية اكثر من انه هو يعطي حماية للجهاز. فللناس اللي نفس حالتي يحبون ان يعطون جهازهم جمالية او شكل مغاير عن اللي الناس متعودة عليه، الكيس هذا وايد وايد انصحكم فيه. الكيس الثاني اللي موجود عندنا من شركة نيتيف يونيون. طبعا مثل ما احنا شايفين الكيس ديزايناته وايد حلوة. هذا الكيس راح يعطيك حماية للجهاز بشكل اكبر من الكيس اللي شفناه. المواد اللي مصنوع منها عندك خام وبلاستيك المقوى، فاذا ركبنا الجهاز راح نشوف انه مغطي جاي اعلى من الشاشة، فلما تحطه كذي راح يحمي لك الشاشة. هذا شيء وايد ممتاز، مسكر من جميع الجهات، وهذا ايضا شيء وايد ممتاز. ضغط على الازرار وايد حلو. الكيس ما يعطي مثلا سماكة اكبر حق الجهاز، وايد اشكالهم حلوة. لو بنشوف في عندنا اكثر من تصميم مثل ما احنا شايفين، واكثر من لون. خلونا نشوف بعد الالوان والديزاينات اللي موجودة عندنا. ففي عندنا هذا من الجلد، مصنوع من الجلد. الحلو فيه بعد ممكن ان انت تحط كروت هني. هذا الكفر لون نيفي، خلونا نقول نيفي من الخام والبلاستيك المقوى، وهذا من الجلد اللون الوردي. فعندنا مجموعة من الكيسات مثل ما احنا شايفين، ألوانهم وايد حلوة، يعطي حماية للجهاز مثل ما قلنا. أنا بالنسبة لي هذا أكثر واحد حبيته. من وراء هني صاير نفس الكاشي الطابوق ومع البلاستيك، أنا وايد حاب هذا صراحة، ركبت عليه اللزقة مثل ما احنا شايفين، وايد ممتاز ويعطيك حماية، يعطيك حماية للجهاز. فهذه الكيسات من شركة نيتيف يونيون. آخر كفرات موجودة عندنا موجودة من شركة إيفوتك. هذه الكفرات يا جماعة النار النار النار. ليش؟ لأن عندهم تشكيلة واسعة من هذه الكفرات، تي من الجلد فيها هني كشكل، وهني مثل الخام، وهي مصنوعة من البلاستيك. شغلة الحلو بهذه الكفرات أن مثل ما أنتم شايفين أن إي معاها حامل حق السيارة، فهذه القطعة تركبها بهالشكل، تركبها بالسيارة والكيس راح يلزق فيها. فمجرد ان انت تركب التليفون، خلونا نركب الكيس، مجرد ان انت تركبه كذي، تركبه بالسيارة بالطول بالعرض الطريقة اللي انت حابها، والكيس من داخله موجود الماجنت، فما راح تحتاج ان انت مثلا تتأذى وين تركب قطعة المغناطيس وين تروح، هي موجودة داخل الكيس نفسه. بالإضافة إلى وجود هذا الشيء الجميل جدا، فالتطقيم انك تطقم بين المنتجات. فخلونا نفتح هذا واريكم اياه، فراح يطلع لك تطقيم جبار جبار. أنا أعشق هذه الأشياء. فخلونا الحين نركب هذا ونشوف. مثلاً كيبه حط التليفون، فبعد ما نركب الكفر راح نشوف إنه نار 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 نار. التطقيم شوف تطلع كذي، لا تسولف لا تسولف، حر وعيش يا معلم. طبعا لا ننسى كذلك ان في عندنا ايضا لون ثاني وهو اللون الاسود الجميل. اوبا اوبا
اوب 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 نار نار. هذا شكل غير عن هذه، ولكن اثنينهم يؤدون نفس المهمة. هذا للماكس اتوقع، اكيد للماكس، هذا يدش داخله مع الكفر، يدش داخله اصلا. فهذا للماكس جميل جدا، هذا الكفر من شركة ايفوتك. خلونا الحين نشوف اشياء ثانية. كيابل زائد وصلة شحن وايرلس، قاعدة دوك ستيشن حق شحن الوايرلس. خلونا نشوف. انا اسف يا جماعة، قبل نشوف الكيابل والدوك ستيشن نسيت اوريكم هذا الكفر بعد من ايفوتك من الكاربون فايبر. جميل يا جماعة جميل. مستحيل انك يعني يكون اختيارك خاطئ مع الكاربون فايبر، مستحيل. ما في غلط، مستحيل يكون في غلط الكاربون فايبر. فمثل ما احنا شايفين ملمسه جبار وخفيف، وايد ضعيف وما يعطي متن للجهاز، وكذلك يحمي من جميع الاطراف مسكر، وهذا شيء جميل. زائد تفضل دوك ستيشن، هذا مال السياره يلزق معاك، وايد وايد رائع. انا حبيته هذا صراحه، جميل جدا، جميل الكاربون يا جماعة. هذا آخر كيس، نعم هذا آخر كيس موجود عندنا من إيفوتك كاربون فايبر. الحين عاد نشوف الكيابل. أول كيبل موجود عندنا من نيتيف يونيون، هذا بطول 3 متر. الكيبل مصنوع من الخام، حلو فيه إنه مسكر من هني ومن هني، فمهما يعني عويته راح يتحمل. فهذا واحد من الكيابل اللي عندنا 3 متر، وايد ديزاينه جميل حق يعني الناس اللي تحب الكشخه والفخامه وتبي تطقم. الكيبل الثاني موجود عندنا نفس الكيبل، ولكن هذا ديزاينه شيء حلو. هذا الكيبل لايتنينج تو يو اس بي اي، ولكن مثل ما احنا شايفين شوفوا في هذه الشغله، هذه الكره تثبت الكيبل فتعطيه ثقل عشان ما يتحرك ولا يطيح منك. ملاحظ وايد ثقيل، حلو فيها ان انت تقدر تحركها وتحطها المكان اللي انت تبيه فتعطيك ثقل، فلما يعني يتحرك او يتحرك ما راح يتحرك معاك الكيبل، راح يظل ثابت بمكانه بسبب الثقل اللي موجود في هذه الكره اللي موجوده من الكيبل. في عده الوان من الكيبل هذا، ولكن انا بالنسبه لي انا عاجبني هاللون والديزاين هذا وايد حلو. اللي يحب هالنوعيه من الكيابل هذا شيء جميل جدا. اخر شيء موجود عندنا هو الدوك ستيشن من نيتيف يونيون. الدوك ستيشن هذا وايد ثقيل يا جماعة، وايد كبير. الحلو فيه انه يعطي جمالية حق المكتب، حق الناس اللي تبي تستخدم هذا الشيء. هذه وايد ثقيلة، فعندك هذا الكيبل وايد حلو من USB-C to USB-A. هذه طريقتها، تركبها بهذا الشكل كذي تصير، فيصير هذا الثقل يخلي لك القاعدة تثبت بهالشكل، تحط التليفون عليها. فالحلو فيها ان التليفون يظل ثابت، وتعطيك زاوية مشاهدة حلوة حق التليفون، فإذا مثلا ياك مسج، ياك نوتيفيكيشن، راح يفتح معاك القفل، تقدر تشوف المسج، تقدر تتعامل مع التليفون بدون ما ان انت ترفعه، وتقدر ايضا تحطه بالعرض. فعندك طريقتين، اما ان انت تحطه تشحنه بالعرض او تشحنه بالطول. وايد فكرتها حلوة، ولكن الشيء اللي انا مو اني حابه فيها انه يعني حجمها كبير وثقيله. في ناس ممكن تحب هذا الشيء، ليش؟ لان الثقل هذا راح يعطيها ثبات اكثر، والكبر فهو يعطيك شكل جمالي اكثر. شغله ثانيه، مصنوع من الخام، فالحراره اللي تطلع راح تخفف من الحراره لاثناء شحن الجهاز عن طريق الوايرلس. شغله هذه وايد حلوه بعد، فهذه ادفانتج حق هذا النوع من القواعد الشحن، ان المواد المصنوعه منه مو نفس المتعارف عليه يكون من البلاستيك، فتاخذ الجهاز يكون شوي حار. هذا الخام شوي راح يخفف لك درجه الحراره اللي تطلع اثناء الشحن. وبس طال عمركم، هذه كانت مجموعه من الكفرات ومجموعه من الاكسسوارات لاجهزه الايفون. وبس، لا تنسون تسوون سبسكرايب على القناه وفولو بتويتر. شكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. مع السلامه.